الفنانين المصريين أنا في تصوري المتواضع جدا مبهرين طول الوقت، ويمكن حتى استلهاما أو خليني أقول لك قدر الإمكان هنقتبس من كلمة الرئيس النهاردة، بس هنا بقى على مسألة الفنيين التشكيليين، هو المعين المصري لا ينضب أبدا. بركات حمزة فنان تشكيلي مصري من الفنانين التشكيليين المبهورين العاشقين لحضارتنا المصرية القديمة. يعمل إيه بقى بركات؟ يبدأ يشتغل على تطوير في صناعة أو نحت التماثيل المصرية القديمة اللي احنا نعرفها باسم التماثيل الفرعونية، ونحتها وحفرها على الرخام والجرانيت. وبالمناسبة دي حاجة شديدة الصعوبة، طبعا انت عارف الجرانيت ده صلبته وصلبته عاملة ازاي، وبالذات الجرانيت المصري بالمناسبة من أهم ومن أقوى ومن أفضل ومن أفخر أنواع الجرانيت في العالم، عشان بس تبقى عارف كده يعني. فيبدأ فناننا التشكيلي بركات فإنه يعمل نسخ طبق الأصل من التماثيل الأصلية في الأقصر. تعال بقى نسأل كده فناننا تشكيلي بركات حمزة الأول. أهلا أهلا أهلا، منورنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. يا دي النور في التاسعة. أهلا بيك يا فندم، تسلم. سر الحب والعشق والانبهار بالفن المصري القديم إيه؟ والله والله السر عندنا ان احنا يعتبر عايشين وسط المتاحف ووسط المعابد، ومولودين اصلا فوق المقابر. يا بختكم. فاحنا عايشين اصلا فوق الموضوع ده، فمن زمان حبنا، انا اهلي كلهم نحاتين اصلا. الله، ده المساله بقى متوارثه. متوارثه، الفن بيجري في الدم كده زي ما بيتقال. الحمد لله يعني. فاحنا كلنا فنانين، وانا بعد كده درست الموضوع ده يعني في مدرسه فرنسيه. طورت منه ازاي؟ احكي لي. هقول لك طورت منه ازاي. انا النحت بتاعي مصر قديم، اللي هو زي ما انت قلت فرعوني. اللي درسته مع نحاتين فرنسيين وسويسريين، نحت اسلامي ومعماري، وكان في فرعوني بس بسيط جدا. كان بيجي لنا مدرس اجنبي من متحف اللوفر. اوكي. كان بيدرسنا هنا. فاحنا كنا بننحت زي ما تقول كده بالسطره، ما كانش عندنا ايه نسب ومقاسات قوي يعني، ما كناش مركزين في الموضوع ده. بالنسبه للتشريحيه، انا مش دارس اصلا لا فنون تشكيلية جميلة ولا تطبيقي ولا الكلام ده كله. ماشي. الموضوع موهبة والمدرسة الفرنسية، فأنا درست منهم الموضوع ده، فكده أطور الموضوع ده في شغلي أنا أصلا. بتطوره يعني إنك تقدر بتطوره بمعنى إنك تقدر توصل إلى نحت قطع صورة طبق الأصل، ريبليكا. أيوة. زي ما بيتقال. أيوه، هو الطبيعي أصلا في النحاتين المصريين إن هم بينحتوا عشان التجارة. ناس كتير بينحت الموضوع حب يعني، عشان خاطر يوصل للي عملوه المصريين القدماء. تمام. انا بحاول اخد الاثنين مع بعض. انا مش هقول لك ان انا بشتغل علشان خاطر يعني حب بس، بدون معيشه يعني، في معيشه في الموضوع. لا، والامر اصله ما فيهوش عيبه يعني، هو ده شغل، وشغل جميل وراقي وحاجه حلوه انه يدر ربح يعني. ايوه. فانا بحاول على قد ما اقدر اوصل للطريقه اللي كانوا بينحتوا بيها. هم اصلا مدارس، مش مدرسه واحده يعني. الفضلاء المصريين كانوا مدارس، كل عصر وليه مدرسه خاصه بيه. عظيم. تبقى نحات وتوصل لكل الكلام ده لازم تدرس كل المدارس، تنحت على نفس يعني. لو هتنحت مثلا انت في الثالث، تنحت بالمدرسه بتاعته، بالتشريح بتاعه، بالنظام بتاعه. رمسيس، منحتب، من انفتاح، كل حد وليه مدرسه. اوكي. فانا بتحرك ما بين دول كلهم، مش بنحت علشان خاطر المعيشه، بنحت كده وخلاص بسرعه وبجري، عشان الموضوع صعب جدا، بيوصل معايا ممكن بالسبع توصل لسنه شغل. قعدت قد ايه تدرس المدارس دي؟ أنا والله من لما بدأت يعني بقالي تقريبا 12 سنة. 12 سنة. كان عمرك وقتها قد إيه؟ كان عمري 15 سنة. أوكي. أنا عندي 27 سنة. 27. فقعدت 12 سنة تدرس المدارس المختلفة المتعلقة بالنحت المصري القديم. أيوه، ولحد دلوقتي بدرس وهفضل أدرس على طول. طب بقى بتضطر تسافر وتيجي وحاجات زي كده، ولا إنه بعض النحاتين الأجانب دول موجودين معانا هنا في مصر؟ هم خدوا تقريبا 7 سنين ولا حاجه معانا هنا. المدرسه الفرنسيه كانت موجوده هنا. عظيم. درست فيها 2 سنين وفضلت ادرس لمده 5 سنين. طب قول لي بقى، هل بتعلم ده برضو لشباب تانيين ونحاتين تانيين، ولا لسه ما بداتش في القصه دي؟ لا بعمل كده بس مش رسميا يعني، مش بمقابل يعني. لو في حد طلب مني بالمحبه، اللي عاوز يخش في الموضوع تعالى ونعلمك. تعالى بيكون مثلا حد معاه بيدرس فنون جميله ولا اثار، معاه مشروع تخرج، مع كذا، عايز يتعلم حاجات معينه اسبوع اسبوعين، بمشي معاه قصاد شغلي عشان انا عندي اوردرات وعندي حاجات ما اقدرش افرغ نفسي للموضوع ده كاملا. طبعا. طب والشغل بقى دقيق لدرجه ان انا ما افرقوش عن الاصل؟ ها؟ في حاجات زي كده فعلا، في حاجات زي كده فعلا. كل ما بتبقى نسخه طبق الاصل كل ما طبعا السعر بتاعها هيغلى في هذه الحاله. طبعا طبعا طبعا، بنحاول على قد ما نقدر ننحت بنفس الطريقه اللي كانوا بينحتوا بيها القدماء المصريين، اللي هو بدون آلات. في حاجات بنساعات بننحت بدون آلات خالص. تقعد تنحت بالحاجات اللي هي الادوات اليدويه بتاع الزمان. الادوات اليدويه، ايوه، عشان يفضل في الاخر بتاع الخبطات بتاعت اللي هو الشاكوش والحاجات اللي هي ايه؟ ها القديمه. طبعا. طب النوع بتاع الزبون لو صح التعبير، انا مش عايز اسميه زبون لانه كمان اللي بيقبل على ده مش راجل بيشتري خردوات، يعني ده راجل بيشتري فن. ده راجل بيشتري فن. فالانسان اللي بيشتري ده، هل الاقبال بيجي بقى من ناحيه مصريين ولا اخواننا العرب ولا اجانب من اللي هم بتوع اوروبا وامريكا وكده، او يابانيين او صينيين؟ الاكثريه مصريين وبيصدروا للخارج، بس برضه في اوروبا، في بلجيكا، في امريكا، في كذا حد الحمد لله، اوردرات من كل مكان. اهم حاجه الدنيا ماشيه الحمد لله، يعني الحمد لله. لا هتمشي احسن واحسن باذن الله في خلال الفتره الجايه. والله الحمد لله. بس من خلال برنامجكم الجميل عايز اقول حاجه بسيطه بعد اذنك. اتفضل ارجوك. تسلم، ربنا يخليك. والله انا بتمنى، يعني انا شغلي وفي نحاتين عندنا تاني كتير، يعني نحاتين مستوى عالي، فاهم؟ اتمنى ان شغلنا مش كله يتصدر ومش كله يتباع ومش كله يروح، احنا مش عارفين بيروح فين. يعني انا نفسي يتعمل مبحث للفن الحديث الفرعوني. اتمنى يكون في حاجه زي كده، بدل ما الموضوع كله يبقى قديم، يبقى حاجه زي كده لها تكلف ولها الكلام ده كله من الدوله. خلاص احنا كده بنتكلم متحف، يعني وزاره السياحه والاثار على طول. اتمنى يبقى في حاجه زي كده، مش كل شغلي انا ما اخلصه وابيعه، في حاجات طيبه جدا حرام تتباع. او انه في الحاله دي استنى هقول لك، لا ما هو متحف ده هيبقى متعلق بما يتم تقييمه كاثر او تحفه، دي حاجه اظنها لو انا فاهم مظبوط هتبقى تبع وزاره الثقافه، يعني دكتور ايناس عبد الدايم. والله اتمنى انها تتبنى الحكايه دي، هتبقى شيء لطيف جدا. والله انا كمان اتمنى. بص يعني انا اثق في ان دكتور ايناس تبقى بتشوف البرنامج، واكيد اكيد هتلاقي تواصل وتفاعل ما بشكل او باخر. انا اثق فيها جدا، واصل انا كمان اقدرها قوي، فانا عارف انه ده هيحصل بشكل او باخر، ولو حصل بقى ليا تمثال هديه من حضر القسمه فليقتسم. لا هو حاجه صغنطوطه كده، يعني مش هغلي. لا والله لو حاجه كبيره كمان، بس الموضوع يحصل. تسلم يا شيخ، انا بهزر معاك، ربنا يخليك. اهم حاجه ان احنا نشوف دايما حاجتنا مقدره ومعروضه ومتشافه، وانه حاجتنا تبقى رائجه، والفنانين اللي زيك يبقى دايما ليهم تواجد، يبقى ليهم مكان. انا بشكرك جدا جدا جدا، فناننا التشكيلي بركات حمزه، نورتنا في التاسعه.